مجددا من أجل الخروج من الأزمة التي سبق أو الفضيحة التي ارتبط اسمه بها وهي فضيحة بيغاسوس للجوسسة. فكيف نفسر هذا التحرك الاستخباراتي في المنطقة؟ معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد ميزاب الخبير الأمني. أستاذ ميزاب مساء الخير، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك، تحية طيبة. كيف نفسر هذا الحراك المخابراتي أو هذه الخرجات المغرب من المخابرات الأمريكية إلى المخابرات الإسبانية ومرورا بالصهيونية؟ قبل فترة أيضا كان الحموشي استقبل رئيس شرطة الاحتلال، فهل هذا له تفسير عادي يدخل في إطار استراتيجية التعاون بين المغرب أو المخزن وهذه البلدان، أم أن هنالك أمورا أخرى؟ خليني أولا في قراءة هذا الموضوع لدينا شقين على الأقل، باعتبار أنه الشق الأول مثلا في إطار الترويج للعلاقات الاستخباراتية ما بين المغرب والولايات المتحدة وكذلك نظيرتها الإسبانية، هو محاولة اصطناع أو محاولة تقديم صورة بأن هنالك عمل وهنالك تنسيق وهنالك علاقات وقيدة ما بين المغرب وهذه الدول في إطار التعاون والتنسيق. مثلا في إطار العمل مع المخابرات الأمريكية كان هناك الحديث على أن هناك 3 ملفات أساسية يتم العمل عليها متعلقة بمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات بالإضافة إلى الاتجار بالبشر، ولكن إذا ما أردنا أن نوصل للتذوق خاصة من خلال التقارير الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب هو المصدر الأول للمخدرات في المنطقة أو حتى على المستوى الدولي. بالتالي كيف يمكن التنسيق في هذا المجال مع من يصدر ومن يزرع ومن يسوق لهذه السموم؟ في مسألة التنسيق في مكافحة الإرهاب نترك جيدا التحالف العضوي الموجود بين الجريمة المنظمة والظاهرة الإرهابية وارتباط كذلك اسم المغرب في تمويل الجماعات الإرهابية من خلال عائدات الاتجار بالمخدرات، وهذا حسب التقارير الأمريكية التي وضعت المغرب في المنطقة الرمادية في مسألة تبييض الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية. إذا ما تحدثنا على مسألة الاتجار بالبشر ندرك جيدا فضائح المغرب المعلنة والغير المعلنة حول هذا الموضوع، وآخرها مسألة المهاجرين الذين ارتكبت في حقهم مجزرة حقيقية على مستوى الحدود بين المغرب وإسبانيا. لما نتكلم كذلك على مسألة العلاقات ما بين المغرب وإسبانيا ندرك سلسلة الفضائح التي يعني ارتبط اسم المغرب والمخابرات المغربية في الآونة الأخيرة بهذا الموضوع بيغاسوس وغيرها من المسائل، حتى محاولة تهديد أمن إسبانيا من خلال إغراقها بموجات متصاعدة من المهاجرين الغير الشرعيين. بالتالي أعتقد بأن في هذا محاولة اصطناع أو محاولة تقديم صورة بأن هناك تنسيق عالي المستوى خاصة على المستوى الاستخباراتي مع هذه الدول في التوقيت الذي يتلقى فيه نظام المخزن المغربي صفعات متتالية، سواء كان في إطار تكذيب الخارجية المغربية التي تعودت والتي امتهنت مهنة الكذب وتزييف الحقائق والوقائع، وحتى على مستوى كذلك الفضائح على المستوى الداخلي. الشق الثاني حينما نتكلم على التنسيق أو الزيارة التي يقوم بها مسؤولين أمنيين مغاربة مع الكيان الصهيوني، أعتقد بأن هذا الموضوع هو تحرك في إطار خلق حالة من حالات لا استقرار في المنطقة أو التآمر على دول الجوار أو الارتماء في إحضاء الكيان الصهيوني من أجل البحث على الحماية أو البحث كذلك على الدعم والتمويل في مسألة التجهيز وكذلك توريد الأسلحة من أجل تنفيذ الألاعيب المعروفة عليها نظام المخزن المغربي. بالتالي انطلاقا من ذلك لا يمكن لنا أن نقدم بأن هذا النشاط هو ينم على حراك أو تحرك أمني في إطار مجابهة مختلف التحديات، لأن المخزن المغربي هو منعزل تماما عن طبيعة التحديات الموجودة في المنطقة، لأنه للأسف يرتبط
بطبيعة ومصادر هذه التهديدات التي تعرفها المنطقة بكل الأشكال. أضاف إلى ذلك أمامنا موقفين على الأقل في أقل من 24 ساعة. تقرير أمريكي صادر يوم أمس تحدث على تصاعد نجم الجزائر على المستوى الإقليمي وتراجع الدور المغربي. من ناحية ثانية كذلك اليوم الخارجية الأمريكية تتحدث على أن الجزائر شريك حقيقي في الاستقرار وصناعة السلام بالمنطقة وحتى كذلك على المستوى القارة الإفريقية. ناهيك كذلك على التصريحات المهمة التي أدلاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فبالتالي أمام ذلك ندرك جيدا لماذا يحاول المغرب ونظام المخزن المغربي أن يسوق لمثل هكذا مسائل ولمثل هكذا مواضيع. عندما تقول جريدة إسبانية مثلا أستاذ ميزاب الكونفيدنسيال بأن الحموشي هو الوكيل المغربي الكبير والعقل المدبر الأول لاستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي الخبيث بيجاسوس، ونلاحظ بأن مديرة المخابرات الإسبانية أول زيارة لها بعد التعيين هي الرباط، أيضا هنالك مسؤولون استخباراتيون أمريكان، هل هذا معناه بأن الغرب في مقابل أن يلعب المخزن دور الدركي أو الحائط أمام قوافل المهاجرين حتى وإن ارتكب جرائم بشعة يمكن أن يغمض عينيه عن حقوق الإنسان وعن كثير من الأمور التي يصدعون رأسنا بها منذ سنوات، ما رأيك؟ لا للأسف يعني نحن نقف أمام مسألة مهمة وهي مسألة الكيل بمكيالين من ناحية، ومن ناحية ثانية حينما نتحدث على توجيه أصابع الاتهام للحموشي حول الوقوف في مسألة البيجاسوس وغيرها من المسائل هي تعطينا صورة بأن الغرب بشكل أو بآخر يحاول أولا أن يتجنب التهور وكذلك حالة الانزلاق التي يمارسها نظام المخزن المغربي. وندرك جيدا بأن في الداخل الإسباني أو على الأقل في أروقة المحاكم الإسبانية كان هنالك حديث حول الانحراف الذي عرفته الحكومة الإسبانية مؤخرا بأنها تعرضت لنوع من أنواع الابتزاز، وكان يرجح بأن هنالك استخدام لتطبيق البيجاسوس في إطار هذه العملية ووجه من خلال أصابع الاتهام إلى المغرب. بالتالي هناك محاولات الاحتواء، هذا من ناحية. من ناحية الثانية ندرك جيدا بأن هنالك ما يسمى بالملفات التي يمكن لها أن تفجر العلاقات ما بين الجانبين، باعتبار أنه الاستخبارات الإسبانية في الأيام الأخيرة يعني تقريبا كشفت وسربت الكثير من الملفات التي لا تؤسس إلى علاقات قوية مع نظيرتها المغربية، سواء كان من حيث المنظمات الإسبانية التي تتلقى التمويلات من الاستخبارات المغربية أو من خلال كذلك التعرض لفضائح البيجاسوس، أو حتى كذلك بأن الاستخبارات الإسبانية قدمت تقرير يثبت صحة الفيديو الذي شرب حول الملك محمد السادس. وبالتالي نحن نتحدث بأن هنالك محاولة توظيف أو استخدام أو استغلال، بمعنى أنه هذه الزيارات أو هذا التحرك أو هذا التقارب ليس لسواد عيون المخزن المغربي، وإنما هو في إطار أولا توظيف هذا النظام لتنفيذ أجندات معينة، أو كذلك لمحاولة احتوائه لأنه أصبح يشكل تهديدا أو يشكل خطرا، نتاج أنه لا ينتهج سياسة واضحة، لا ينتهج كذلك مواقف واضحة، ولا يؤتمن في علاقاته مع نظرائه. الأستاذ أحمد ميزاب المحلل السياسي والخبير الأمني كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.